يا, يا زهراء, زهراء إلى الزهرائيين المهدويين المنتظرين, المنتظرين بصدق فقط سلام, سلام عليكم, عليكم. تحت, تحت هذا العنوان, العنوان غدير الحقائق الغدير. وحقائق الغدير تعلن مؤسسة, مؤسسة القمر, القمر للثقافة والإعلام, والإعلام. ميثاق عملها وفقا للحكمة اليمانية وبصراحة واضحة من أننا أولاً نبايع البيعتين، ثانياً نتبرأ البراءتين، ثالثاً ننتصر للظلامتين، رابعاً نتمسك بالمصدرين، خامساً نعمل بالجناحين سادسا نخدم الخدمتين سابعا نرفض الجهتين توضيحات البيعتان الأولى بيعة الغدير الأول بيعة أمير المؤمنين والثانية بيعة الغدير الثاني بيعه قائم ال محمد البراءتان الاولى براءه من سقيفه بني ساعده التي عقدوها سنه احدى عشره للهجره بعد قتلهم لرسول الله صلى الله عليه واله, وآله تسميما وانكارهم لبيعه الغدير الاول نظريا وعمليا بالكامل والثانية براءة من سقيفة بني طوسي والتي عقدت حين أسس محمد بن الحسن الطوسي حوزة النجف سنة أربعمائة وثمانية وأربعين للهجرة ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا حيث اظهروا الايمان ببيعه الغدير الاول نظريا بنحو ناقص مع تدليس وتضليل ونقضوها عمليا بالكامل واستبدلوها بمنهج سقيفه بني ساعده مع تحريف وتجهيل وتثويل لاخفاء ما قاموا به وبهذا انتفت بيعة الغدير الثاني أساسا ليتحول التشيع من تشيع لقائم آل محمد إلى تشيع للمراجع الطوسيين البتريين والواقع الشيعي شاهد بكله على ذلك ماضيا وحاضرا منذ أول لحظة لتأسيس حوزة النجد الظلامتان الأولى ظلامة فاطمة صلوات الله عليها من قبل سقيفة بني ساعدة حيث أحرقوا منزلها وقتلوها تعذيبا قتلوا شخصها وجنينها وثانية ظلامة فاطمة صلوات الله عليها من قبل سقيفة بني طوسي حيث أحرقوا منزلتها وقتلوا شخصيتها حين أنكروا إمامتها وقيمومتها على الدين وأهل الدين وأنكروا جريمة قتلها وقللوا من ظلامتها إلى أقصى ما يستطيعون وبرأوا قتلتها بنحو مباشر وغير مباشر المصدران الاول قران محمد وال محمد صلوات الله عليه المفسر وفقا للمنهج العلوي الذي بايعنا عليه في الغديرين والثاني حديثهم المفهم وفقا لقواعد المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في الغديرين ايضا الجناحان الاول العمل بالتعليم والتثقيف في الوسط الشيعي الزهرائي المهدوي بكل ما نتمكن والثاني الاعلام والتبليغ والبيان بقدر ما نستطيع ومن هنا كان عنوان مؤسستنا مؤسسه القمر للثقافه والاعلام الخدمتان الاولى الخدمه الماديه ماليا جسديا الى كل ما يصدق عليه عنوان الخدمه الماديه والثانيه الخدمه المعنويه ابتداء من الدعاء وانتهاء بكل ما يمكن ان يصدق عليه هذا العنوان الجهتان الاولى المرجعيه الشيعيه الطوسيه الاصوليه المرجئيه البتري وثانيه الاحزاب الشيعيه الدينيه السياسيه القطبيه المرجئيه البتري هاتان الجهتان هما افسد الجهات في الواقع الشيعي دينياً, دينيا ودنيويا, ودنيوياً. ومن, ومن هنا وجب علينا أن نرفضهما وأن, نرفضهما وأن نقاطعهما بالكامل, بالكامل. هذا, هذا هو ملخص ميثاق, ميثاق عملنا, عملنا. نشهد عليه عملنا. إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات, صلوات الله, الله عليه, عليه. وجه الله الذي إليه, إليه نتوجه ولا, ولا نشهد أحداً, احدا غيره، اذ لا نبالي باي, بأي احد الا هو. صلوات وسلام على فنائه الاقدس. وعلى هذا عقدنا عزمنا, عزمنا ونياتنا ورفعنا رايتنا الرمزيه الزهرائيه البيضاء التي يزينها اسم امير المؤمنين. صلوات الله وتحياته وبركاته وسلامه عليه الذي هو زينه ديننا وعقيدتنا وزينه صلاتنا وصيامنا وكل عباداتنا وزينه قلوبنا وحياتنا الذي حبه عنوان صحائف اعمالنا في الدنيا والاخره وختاما لا, لا نبالي ارضي الآخرون, الاخرون عن ميثاق, عن ميثاق عملنا, عملنا هذا ام لم يرضوا, يرضوا. تلك, مشكلتهم تلك مشكلتهم ما هي مشكلتنا, مشكلتنا. فليذهبوا الى الجحيم مؤسسه, مؤسسة القمر للثقافه والاعلام الثامن عشر من ذي الحجة. الحجه سنه, سنة ألف, الف واربعمائه وثلاثة وأربعين للهجرة زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي